معايا في لا فيديو الثانيه في الموديول ديالنا الشيمي مينيرال. في هاد لا فيديو هادي غادي نكملوا هادوك لي نوسيون دو باز اللي خاصهم يكونوا عندنا باش نقدروا نخدموا اي ستركتور تحط قدامنا واي اكزرسيس او لا اكزام يكون قدامنا نقدروا نخدموه. دونك غنبداو في هاد لا فيديو هادي غنبداو بلي نو دان ريزو. دونك لي بوين دو ريزو او سو تروف لي بارتيكول سون ابلي نو دو ريزو. دونك شنو قلنا لي بارتيكول هما لي موتيف، يقدروا يكونوا موليكول، يقدروا يكونوا اتوم، يقدروا يكونوا ديزيون. دونك لي بوين اللي كنلقاو فيهم هاد لي بارتيكول هاد لي موتيف هادو كنسميوهم نو دو ريزو. دونك ايل ديدويز لي زان دي زوتر بار اون ترانسلاسيون دو فيكتور يو ا بلس في بي بلس دبليو سي افيك يو في دبليو دي زونتيي اي ا بي سي دي فيكتور نون كومبلانير شوازي دو فاسون افوار لو بلو بيتي موديول. دونك هنا شنو بغاو يقولوا لينا؟ هاد لي نو هادو نقدروا نمشيو من نو لوحده اخرى افيك اون ترانسلاسيون. ترانسلاسيون غتزيدي غادي تضرب كل فيكتور فواحد لونتيي، غتضرب الفيكتور ا في لونتيي يو، الفيكتور بي في لونتيي في، والفيكتور سي في لونتيي دبليو. دونك غادي تضربهم في هادوك لي زونتيي وغتوقع لينا اون ترانسلاسيون. هاد لي فيكتور ا بي سي نون كومبلانير، شنو كتعني نون كومبلانير؟ ما كاينينش في لو ميم نيفو في نفس المستوى. نون كومبلانير هي ما كاينينش في نفس المستوى. انا نوريكم هنايا بلاتي راه عندنا هنايا واحد ها هي بلاتي نخدم هادي فوالا. دونك عندنا ها هو الفيكتور ا الفيكتور بي والفيكتور سي. مثلا بلاتي نحيد هادي هكا نهبط هنا باش نوريكم. مثلا عندنا اون ترانسلاسيون دو تيب لا ماشي ان نديرو دو ا بلس دو بي بلس دو سي. عندك اون ترانسلاسيون دو تيب دو ا بلس دو بي بلس دو سي. قلنا ا راه هي او و في هي دو باردون دو هي او و دو هي في و دو عاوتاني ديال سي هي دبليو في. دونك هنا عندك اون ترانسلاسيون دو تيب دو دو دو. اشنو انت غادي تجي دير؟ غادي تزيد هاد ا بدو عاوتاني، غادي تزيد ا حتى لهنايا، غدير جوج من ا وغادي دير جوج من بي وغادي دير جوج من سي. وهنا غادي تكون وصلتي لنو اخرى افيك اون ترانسلاسيون ديال النو الاصليه اللي عندنا حنايا هي ا بي سي. درتي انت اون ترانسلاسيون ديال دو ا بلس دو بي بلس دو سي، هذه هي ترانسلاسيون. اولا غادي تطلع من هاد النو اللي كاينه هنايا، من هاد النو هذه اللي هنا لوريجين ما غيبقاش هنا غيولي هنا. دونك حتى لوريجين راه كيتبدل فاش كديروا اون ترانسلاسيون. غتولي عندك هذه هي ا وهادي هي بي، وهذا اللي طالع الفوق طالع من لوريجين باردون هي سي. دونك هادي هي اللي بغاو يقصدو بان ترانسلاسيون. اون ترانسلاسيون غتمشي من ا بلس بي بلس سي اولا اكس ا بلس اكس بلس ايغريك بي بلس زد سي لو ا في بي دبليو سي. هذه هي اون ترانسلاسيون. يقدروا هنا ما يبانوش لكم مزيان، ولكن راه فاش نديروا لي ستركتور في ان اس سي ال راه ساهله الترانسلاسيون ديالها، في سي اس سي ال حتى هي ساهله الترانسلاسيون ديالها. فاش غادي نوصلوا ليكزاغونال كومباكت كوبيك افا سونتر ديك الساعه ما غاديش تكون ساهله بزاف، ولكن غير فهموها، غير حاولوا تفهموا اشنو كتعني ماي، شنو كيعني نو، شنو كتعني شحال من حاجه باش تقدروا فاش اونطاميو لي زيكزيرسيس اولا غير هادوك لي ستركتور اللي عندنا في الكور ديك الساعه غادي تفهموهم مزيان. دونك حنا هنايا فهمنا شنو هي نو، عرفنا باللي لي فيكتور ا بي سي نون كومبلانير يعني ما كاينينش في لو ميم نيفو في نفس المستوى. عرفنا باللي راه كنديروا اون ترانسلاسيون. ترانسلاسيون هي هادي يو ا بلس في بي بلس دبليو سي. و صافي سالينا هنايا لي نو، غندوزو الماي كريستالين.
Donc la maille cristalline, on appelle maille la structure géométrique la plus simple qui, par translation dans les trois directions de l'espace, permet de générer le réseau cristallin dans son ensemble. Donc là, une maille cristalline, il y a un shekel hendesi le plus simple, un shekel hendesi le plus bzaf, li avec une translation dans les trois directions, où les trois directions sont A ou B ou C de l'espace, permet de générer le réseau cristallin dans son ensemble. Il y a une maille cristalline, il y a un shekel hendesi le plus simple. Au niveau de هذوك les trois directions de l'espace, كنقدروا نشوفوا هذيك la structure géométrique, نشوفوها مزيان dans son ensemble. غتبان لينا كامله, غيبانوا لينا les sommets, غيبانوا لينا les faces, غيبانوا لينا les arêtes, كلشي غادي يبان لينا. شنو عندنا هنا عاوتاني؟ La maille est généralement un parallélépipède défini par les trois longueurs ABC. دونك هنا اشنو عندك؟ قالك جينيرالمون كيكون ان باراليلي بيبيد جينيرالمون باش معروف بلي 3 لونغور. لي 3 لونغور هي A و B و C و لي 3 انجل. لي 3 انجل شنو عندنا؟ عندنا الفا غاما و بيتا. هادو ضروري تعقلوا عليهم. تعقلوا على الفا فين كاينه, تعقلوا على غاما فين كاينه, وتعقلوا على بيتا فين كاينه. انا نقول لكم الطريقه اللي غادي تبقاو عاقلين عليهم باش ما يتلفوش ليكم. الفا كاينه ا وعندنا الفا. الفا ديما غتلقاوها مقابله مع ا, كتشوف ا, ها هي انا ندير لكم هذه, ها هي ا الفا كتشوف فيها. بي مع بيتا, ها هي بي بيتا كتشوف فيها. و غاما هي اللي غتبقى, غاما راه هي مع سي. دونك الفا كتكون اونتر بي و سي ومقابله مع ا, بيتا اونتر ا سي مقابله مع بي, و غاما اونتر او بي و غادي مع سي. دونك عقلو مزيان, الفا كتشوف ا, بيتا كتشوف بي, غاما كتشوف سي. الفا اونتر بي سي, غاما اونتر ا بي, و بيتا اونتر ا سي. عقلو عليهم مزيان 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 لا تمشيو تلفوهم. هنا شنو عندنا عاوتاني؟ اون ماي اديت سامبل سيل كونتيان ان سول نو. Une maille est dite multiple s'il contient plusieurs nœuds. Donc, عندك nœud wahda, عندك maille simple. عندك بزاف ديال les nœuds, راه عندك maille multiple. Donc, هنا قال لك la plus petite maille cristalline permettant de décrire tout le cristal est appelée maille élémentaire. Donc, فاش une maille élémentaire, هي واحد la maille اللي كتكون اصغر maille, كتكون la plus simple. و كتعطينا واحد الا بغينا واحد ليماج جينيرال على كاع هذاك لو كريستال, كنسميوها ماي اليمونتير. هي لا بلو بيتيت, لا بلو سامبل, وكتعطينا واحد النظره, كتعطينا واحد لا فيو اللي كتكون جينيرال على هذاك لو كريستال اللي حنا باغيين نشوفو, اللي حنا باغيين نستوديو. دونك انا قال لك لو موتيف او غروبمون فورمولير. ملي بدينا في لا فيديو اللي فاتت قلت لكم شنو هو موتيف. موتيف سواء يكون كريستال, سواء يكون باردون اتوم, سواء يكون ايون, سواء يكون موليكول. دونك هنا شنو قالوا لك؟ لو موتيف اي لونتيتي كيميك دو باز كونستيتيون لو كريستال, سي لاتوم, لا موليكول او لي غروبمون ايونيك اوكوبون لي نو دو ريزو كريستالين. هذه نفس الحاجه اللي قلت لكم من لا فيديو اللي فاتت. لو موتيف او لو غروبمون فورمولير, عقلو سواء يقول لكم موتيف, سواء يقول لكم بارتيكول, سواء يقول لكم غروبمون فورمولير. بجوجهم عندهم نفس لا سينيفيكاسيون. دونك هذاك الموتيف هو واحد لونتيتي, واحد ليليمون اللي كيشكل لينا, كي كونستيتيو هذاك لو كريستال اللي حنا كنستوديو. يقدر يكون فيه اتوم, يقدر يكون فيه موليكول, او لا غروبمون ديون, غروبمون ايونيك, غروبمون ديون اوكوبون لي نو دو ريزو كريستالين. دونك هادوك لي موتيف لي هما سوا اتوم, سوا موليكول, سوا غروبمون ايونيك, هما اللي غادي يشكلوا لينا اولا غادي كي اوكوبيو لينا هادوك لي نود ديال هذاك لو ريزو كريستالين. دونك عقلو موتيف هو غروبمون فورمولير وهو بارتيكول. واشنو كنعنيو بها؟ هذاك لي ليمون اللي كي كونستيتي لينا هذاك لو كريستال كون فو ايتودي. سوا غيكون اتوم, سوا غيكون كيتكون لينا من اتوم, سواء غادي يكون كيتكون لينا من موليكول, سواء من غروبمون ايونيك.
كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان وما تنساوش على هادشي اللي كنقول لكم دابا. ندوزو لا كوردينانس. La coordinance, au nombre de coordination d'une particule donnée, représente le nombre de particules les plus proches environnant cette particule. Shnou katni la coordinance? Katmchi ou katakhod mathalan wahed l'atome kayna fwahed le cristal. L'atome A mathalan, yak. Shnou katni la coordinance? Ghadi tqalb ala kaa les motifs li dayrin biha ou les particules li dayrin biha ou kikounou dayrin biha b'asghar distance. دايرين بها اصغر ديستانس. عقلو مزيان لا كوردينانس غتاخد واحد ليليمون ا ياك واحد لو موتيف اللي كاين لينا في هذيك النو موتيف ا انت شنو غادي دير غتمشي وغادي تقلب لينا على كاع هادوك لي بارتيكول اللي كيدوروا بها وبنفس لا ديستانس وتكون اصغر ديستانس. عقلو مزيان اصغر ديستانس لا كوردينانس او نومبر دو كورديناسيون دون بارتيكول دوني représente pardon le nombre de particules les plus proches environnant cette particule. La coordination, نعاود ناكد عليها مره اخرى, هي اصغر عدد, مش اصغر عدد pardon, هو هذاك le nombre de particules اللي كيدوروا لينا بواحد particule donnée. عقلو مزيان le nombre de particules اللي كيدوروا لينا بواحد particule donnée وتكونوا كيدوروا بها باصغر distance. اصغر distance غنشوفو هادشي مزيان في لي زيكزامبل. هنا شنو عندنا لي سيت كريستالوغرافيك. دونك لي سيت كريستالوغرافيك كوريسبون ا دي فيد انترستيسييل انتر لي اتوم. دونك حنا لي اتوم عندنا في واحد لو ريزو كريستالين كيكون واحد لو فيد بيناتهم, واخا كيكونوا ملاصقين اولا شي حاجه بحال هكا راه كيكون بيناتهم واحد لو فيد. فهداك لو فيد اللي كاين qui rejoignent les deux sites interstitiels, soit site tétraédrique, soit site octaédrique. Donc, les plus fréquents sont les sites tétraédriques délimités par 4 atomes et les sites octaédriques délimités par 6 atomes. Donc, le site tétraédrique. Site tétraédrique, je vais vous dire, les atomes, dans le même plan. Il est que vous vous dans le même plan. ثلاثة dans le même plan وحدة perpendiculaire. Un site octaédrique constitué de 4 atomes ou de 4 motifs. Yek, 4 motifs dont 3 situés dans le même niveau وحدة perpendiculaire عليهم. Un site tétraédrique, نعاود ناكد عليها, constitué de 4 atomes dont 3 situés dans le même niveau وحدة et une كتكون perpendiculaire عليهم. Le site octaédrique, au niveau ديال le site octaédrique شنو كيكونوا عندنا هنايا 6 atomes كيكونوا 4 dans le même niveau وواحد كيكون لتحت وحده كتكون لتحت وحده كتكون لفوق. سهله ماشي شي حاجه صعيبه. وحده perpendiculaire من التحت وحده perpendiculaire من الفوق. عقلو مزيان. Un site tétraédrique constitué de 4 atomes dans 3 situés dans le même niveau et une perpendiculaire à l'irom. Un site octaédrique constitué de 6 atomes dans 4 situés dans le même niveau et 2 perpendiculaires. Wahda ghadi tkun min l'fouq ou wahda ghadi tkun min l'taht. Donc, kentmenna annakom ta3aqlou alihom mzyan 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 ou ghanchoufouhom mzyan f les structures cristallines ou le réseau cristallin li ghadi nqraouhom min ba3d. Hna achno adna? La multiplicité. Donc la multiplicité كان رمزو ليها soit m soit n soit z. La multiplicité كان رمزو ليها soit m soit n soit z. شنا هي هنا قال لك la multiplicité d'une maille cristalline représente le nombre de motifs ou groupements formulaires appartenant à cette maille. قلنا soit نقولو motif soit نقولو groupement formulaire soit نقولو particule. Donc la multiplicité les canaux de soit m soit n soit z ديال واحد لا ماي كريستالين هي le nombre de particules ou le nombre de motifs ou le nombre de groupements formulaires appartenant à cette maille. كنحسبوا شحال عندنا من particules par maille وغنوريكم مزيان كيفاش كنحسبوهم ديال chaque réseau ديال chaque structure كيفاش كتحسب. La compacité, donc هنا خصكم تعرفوا بعدا في la multiplicité
هما عدد ديال هادوك لي بارتيكول اولا ديال هادوك لي موتيف اولا ديال هادوك لي غروبمون فورمولير ابارتونون في هذيك لاماي اللي حنا كندرسو فيها. تقدر تكون كوبيك تقدر تكون اوكتايدريك على حساب هذيك لاماي كريستالين اللي كتقرا فيها. لا كومباسيتي لا كومباسيتي représente le rapport du volume occupé par les n particules appartenant à la maille au volume total de la maille. Donc on a bien mis près de 2000 la drane à notre explication de la capacité qui fait que tu sais la capacité va être la formule nichen. Je ne connais pas la capacité. Capacité, il y a z ou z qu'on a il y a la multiplicité. Ou la multiplicité, nous allons y a le nombre de motifs appartenant par maille, par cette maille que nous allons étudier. Donc Z, la multiplicité, fois 4 sur 3 pi R à la puissance 3. Had R, c'est le rayon de le motif que nous allons étudier dans la maille. Si nous avons une maille qui est un motif 1, c'est égal à Z. 4 sur 3 pi, R, le rayon de هذاك le motif, à la puissance 3. Il est quand même la maille que tu connais l'ina sidi من جوج, que tu connais l'ina من NACL, من NA ou من CL. شنو غنديرو هنايا؟ Z, اشنا هي؟ هي la multiplicité de la structure cristalline NACL, fois 4 sur 3 pi, غادي نحلو القوس. غنحسبو نقيدو لينا الغايون ديال NaCl ديال Na بوحدو الغايون ديال Na ديال الصوديوم بوحدو بلس نحسبو حتى الغايون ديال Cl. هادي ما تنساوش عليها على حساب شحال عندكم من موتيف واحد لاماي على حساب هذاك الاغ كيفاش غادي نتكتبوه. دونك هنا خدينا ديال واحد الستركتور اللي هنايا سامبل كتكون لينا من موتيف واحد. كيفاش غادي نحسب الكومباسيتي ديالها؟ سي ايغال لا ملتيبليسيتي اللي هي زد فوا 4 سور 3 بي ار على بويسونس 3. ار هو الغايون سور الفوليوم ديال لاماي. الا كانت لاماي كوبيك الفوليوم ديالها راه باين هي ا على بويسونس 3. الا كانت لاماي كوبيك عقلو مزيان. المهم حنا غنشوفو كلشي من بعد غادي نشوفو. Compacité, nous allons faire la multiplicité fois 4 sur 3 pi r à la puissance 3 r ou le rayon sur le volume de la maille. Et nous allons faire la maille de la maille pour nous faire le volume de la maille. La masse volumique. La masse volumique, nous allons faire le volume de la maille. قدامي ما قادرش نقراها. سيرو نيشان الغولاسيون اش بغيت نقول لكم. سيرو نيشان الغولاسيون بلا ما تبقاو ديروا في هذا الشيء اللي هنا حيت هو في ليكزام البروف ليكزام شنو كيهمو هو كيفاش غادي تحسب ماشي كيفاش وصلتي لهاد الغولاسيون هادي كيفاش غادي تحسب. عرفوا غير هادي هادي عقلوا عليها صافي ومن بعد عرفوا لي الغولاسيون شنو هي وهذوك زد ام ان في عرفوهم شنو هما. دونك غو أولا لا ماس فوليميك غو هي زد فوا لا ماس مولير ديال الموتيف على لو نومبغ دافوكادغو فوا الفوليوم ديال لا ماي. دونك غو اشنا هي؟ لا ملتيبليسيتي فوا لا ماس مولير دو موتيف سور لو نومبغ دافوكادغو فوا الفوليوم ديال لا ماي. عقلو عليها مزيان. هي لا ملتيبليسيتي فوا لا ماس مولير ديال الموتيف سور لو نومبغ دافوكادغو فوا الفوليوم ديال لا ماي. عقلو عليها مزيان. ندوزو هنا شنو باقي عندنا. هادي ما عندكم ما ديروا بها لا دونسيتي ما عندكم ما ديروا بها لا لوتروبي ولا سيستيم كريستالين غادي نديرهم معاكم في الفيديو الجايه. اون فوا غادي نحيدو لي سيستيم كريستالين و لي 14 ريزو دو برافي غادي نبداو في لي ستركتور اللي عندنا ان شاء الله. دونك تلاقاو في اون نوفيل فيديو باش تشرح لكم فيها لا لوتروبي. المهم انكم تعرفوا لا لوتروبي غنخدموا بها حتى في لي دياغرام دو فاز. مهم انكم تعرفوها اشنو كتعني وهادو مهمين بزاف خاصكم تعرفوهم مزيان. هاد لي سيت سيستيم كريستالين خاصكم تعرفوهم مزيان. دونك تلاقاو في اون نوفيل فيديو باش نشرح لكم فيها هادشي هذا حتى هو ان شاء الله.